وتنهال كل همومي علي وينسد كل طريق لدي وأرنو. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كنا قبل الهجرة يصيبنا ضلف العيش وشدته فلا نصبر عليه، كانوا في رغد من العيش، فلما أسلموا واستسلموا لله عاداهم قومهم وضيقوا عليهم في معيشتهم، وما نقموا منهم إلا أن آمنوا بالله، فلم تألف ولم تعتد أجسادهم ولم تتدرب على حياة الفقر والشدة، وقد ألفت رغد العيش. أما قلوبهم ونفوسهم فلقوة إيمانهم كانت في غاية النعيم حين خولطت بشاشتها بالإيمان، فهم سادة الصابرين في الضراء الشاكرين في السراء. كيف وهم يتلمحون ويرجون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويؤمنون بأن كريمات المعالي مشوبة بمستودعات في بطون الأساود. قال سعد: فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما، اعتادت أجسادهم وانسجمت مع حياة الفقر والشدة وخشونة العيش، فأصبح الجسد والقلب في ألفة لهذه الحياة، أيقنوا بالنقل أن الابتلاء مع الصبر والاحتساب كفارة للخطايا، فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانوا بحق صبراً على خوض المكاره أنفس لا تستكين وأعظم لا تضطرب. قال سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه فيما بيننا، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، ظل عدم الإلف والانسجام واضحاً في حياة مصعب رضي الله عن مصعب حتى بعد الهجرة، لتميزه بنوع من حياة الترف والنعيم، كان يغدو في حلة ويروح في أخرى، وتقرب له صحفة وترفع له أخرى، الطيب يتلوه الطيب، أعطر أهل مكة، لؤلؤة ندواتها ومجالسها، مال الأم بين يديه يتصرف فيه كيف شاء، حتى إذا ما أسلم لله واستسلم منع هذا كله. يقول سعد: فلقد رأيته وإن جلده لا يتطاير عنه تطاير جلد الحية، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. والله معاشر المؤمنين ما كان من يريدهم على غير دينهم إلا كالقائل لشجرة التفاح: أثمري غير التفاح، فهيهات لا براح. لاقى ما لاقى من أمه وقد كان فتاها المدلل، أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، ارتدى المرقع البالي خشنا، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نضرة وألقا، خرج من النعمة الوارفة إلى شظف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه المتأنقة بسمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. قدم مكة فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبدأ أمه، فأرسلت إليه أمه تقول: أي لكع، أتدخل بلدا أنا فيه ولا تبدأ بي؟ فقال: ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، إيهم مصعب، إذا لم تجد في الشباب الإباء ففضل عليهم ضعاف النساء. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد إذ أنقذه الله من الكفر، علم أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى. كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا يوحى إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. كان الصحابة يتأثرون لمرأى مصعب رضي الله عن مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو الذي يعز عليه عنة أصحابه ومشقتهم، إذا رآه تأثر وربما دمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد تطاير جلده وتشقق وتغيرت هيئته، فسبحان من أيده وبصره وقواه ونصره. وكان صلى الله عليه وسلم مع ذلك لا يخشى عليهم الشدة والفقر، فيقول كما صح عنه في المتفق عليه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا
كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ينبه صلوات الله وسلامه عليه إلى أن الاستقامة على الدين غالباً لا تكون مع حياة الترف والسرف، لأن هذا النوع من الحياة يورث القلوب قسوةً وجفاءً، وقل من يشكر عند الرخاء. وحبك ربي حباني شعوراً طهوراً يريف عبيراً زكياً، به قد عرفت منار هدايا فجابت خطايا الطريق السويا. عرفت طريقي إلي صديقي لنقف ودرب الهدى الأحمدية. عرفت طريقي إلي صديقي لنقف ودرب الهدى الأحمدية. عرفت طريقي إلي صديقي لنقف ودرب